مرحبا، أنا لبانوس. معلومة اليوم: ما هو التعاطف؟ تعرف إنه التعاطف هو من أهم مهارات الحياة، لأنها بتسمح لنا إنه نحس بمشاعر غيرنا حتى لو نحن مش عم نمرق بنفس الظروف. والتعاطف هو لما منحط حالنا محل غيرنا ونفهم ونتخيل شو عم بفكر وشو عم يحس بس يمرق بظرف صعب أو يتعرض لمشكلة معينة. التعاطف مثلاً هو إنه نحس مع حدا جوعان، بردين أو زعلان وجرب ساعده بكل قوتي. وكمان التعاطف هو إنه أدعم حدا من أصدقائي عم يتعرض للتنمر وساعده يدافع عن حاله. التعاطف هو من صفات الأقوياء.